مرحبا بالجميع في فيديو جديد على القناة. في هذا الفيديو إن شاء الله سنواصل التحدث عن موضوع الذي يشغل العديد من المترشحين لمباراة التعليم، وهو الشق الشفوي أو لونتروتيان أورال بالنسبة لتخصص اللغة الفرنسية ثانوي. إذا فالشفوي هو يعني المرحلة النهائية ديال النجاح، ويعني هو آخر يعني ما يجتازه المترشح من أجل القبول بشكل من أجل يعني أن يكون يعني مقبول بشكل نهائي لممارسة مهنة التعليم في أحد مؤسسات الدولة. فيعني هنا الامتحان الشفوي كاين الناس كيعتبروه بأنه يعني أصعب يعني مرحلة، ولكن أنا يعني انطلاقا من التجربة ديالي وكذلك من التجربة ديال المجموعة ديال المترشحين اللي دازو قبل مني ولا من بعد ما دزت أنايا، اللي كنت يعني كنوجد معهم وكنبريباري معهم وكنقدم لهم نصائح. فيعني الشفوي حنا دائما كنعتبروه واحد الحاجه اللي هي صعيبه، بحكم انك غتكون خاصك تعبر بواحد اللغه اللي هي اللي انت ما مولفهاش وما مولفش تهضر بها وتواصل بها، سخص مع ثلاثه ديال الاساتذه ولا اربعه، يعني كتخيل راسك في ذاك الموقف، كتخاف او لا كيجيك لوطراك حتى قبل ما تدخل، او لا حتى وانت كتفكر في داك الشيء كيجيك لوطراك. داك الشيء راه طبيعي، راه سي نورمال، يعني ما عندك مناش تخاف، وراه الناس كاملين اللي عايد وزاره هما بحالك، يعني راه كلهم كيجيهم لوطراك وكلهم عندهم نفس الافكار وكلهم عندهم نفس التخوفات. لذلك ما تحسبش راك انت هو الوحيد اللي عنده دوك التخوفات، فهذه يعني كتحيد عليك الضغط شويه. كذلك داك لوطراك اللي كيكون في البدايه قبل ما تدخل راه ضروري، وكون على يقين ان لوطراك اللي كيكون فيك في البدايه راه كيتحيد، راه كتدخل القسم بمجرد انك كتجلس حدا دوك الاساتذه، صافي راه كتخلص من داك الشيء. يعني كتحط في جوج ديال الراس في راسك جوج ديال الحوايج، يا غتنجح يا ما غاديش تنجح، صافي. يعني كتهنى كتحط داك لوطراك اللي كيكون فيك قبل اولا اللي كيكون فيك دابا وانت كتحضر الامتحان الشفوي. فبالتالي انا اعطيكم هنا شي نصائح اللي ديجا عطيتهم واللي ديجا هضرت عليهم، ولكن نزيد نوضحهم مزيان في هاد لا فيديو هادي. اذا النصيحه اللي نقدر نعطيكم اولا هي يعني ترتاح وانت كتهضر، راه الا مرتاحيش وانت كتهضر راه غادي يجيك لوطراك وغتخاف وما غاديش تعرف اشنو تقول. لذلك ارتاح وانت كتهضر، ودير هذوك الناس اللي كيطرحوا عليك الاسئله اللي هما الجناب، بحال خوتك ولا بحال شي عمك اللي انت يعني كتزعم عليه، اللي كتناقش معاه ولا كتضحك معاه. يعني ما ديروش كاستاذ ولا ما ديروش كلجنه ولا شي واحد اللي هو سلطوي عليك، فهو انسان عادي جاي انه يمارس واحد المهمه ويدوز واحد المهمه اللي غيتقضى عليها واحد الاجر، فبالتالي ما يستحقش داك الصوره الكبيره والمخيفه اللي كنعطيوهم للجنه. ثاني حاجه هي ان اللجنه دائما كتلصق لك في اخر كلمه قلتيها، يعني مثلا الا كنتي كتقدم راسك وعطيتي الاسم ديالك والحالة العائلية والعمر ديالك ولا سيتوياسيون يعني العفو ولا دغيس ديالك، راه اخر حاجة كتقولها هي اللي كياخدو منها السؤال الموالي. يعني مثلا اذا انتقلتي كتهضر على الباركور ديالك، راه شديت ليسونس مثلا في الدراسات الفرنسية في جامعة مثلا محمد الخامس، هنا كيجيوك يقدر يعطيوك السؤال الموالي في اخر جملة قلتيها، يقول لك اش من ميموار مثلا خدمتي عليه في الليسونس ديالك، وبالتالي يعني كتقول ليه لو تيتخ ديال لا ريشيرش ديالك، وتما كيطرح عليك اسئله. مي في اتونسيون توجور، يعني الاخر كلمه غتقولها راه هي تقريبا فاش كياخذ الموضوع ديال السؤال الموالي او لا كذلك السؤال الموالي بشكل مباشر. يعني مثلا الا كنتي كتعطيتيه العنوان ديال لا ريشيرش ديالك ولا ديال البي اف او ديالك بروجي دو فان ديتود، راه تما فين كياخذ لك السؤال. يعني كيقول لك مثلا الا خدمتي مثلا، لنفترض مثلا واحد المترشح خدم على مثلا لا ناراسيون في شي كتاب، مثلا نقول لك كتاب ديال بالزاك مثلا ولا ديال فلوبير، كتب درس فيه لا ناراسيون، يقدر تما يعطيك اسئله مباشره من داك، يقدر ياخذهم ليك من فلوبير نيت، يسولك على لو كورون ليتيغير ديالو او لا اي حاجه متعلقه بفلوبير، ومن ثم يدخل لك دوك لي كورون ليتيغير ويدخل لك لو تيم ديال لوفر لوفراج اللي درتي ليه دراسه. يعني تما كيشد لك في اخر جمله قلتيها، ولا يقدر مثلا يدخل لك لا ناراسيون نيت، يقول لك شنو هي لا ناراسيون، عرفها شنو هما لي بوين دو في اللي كاينين، ناراتيف شنو هي، يقدر يسولك على اي حاجه في الناراتولوجي. فبالتالي يعني خاصك تكون مبريباري مزيان وموجد مزيان، وبخصوص البي اف او ديالك حيت هو تقريبا مناش كان طرقه في البدايه.
ومن بعد يعني راه كيبقاو شادين مع يعني هما دابا ملي كيهضروا لك على التقديم ديال راسك وحتى البروجي فان دي سود ديالك، راه الغايه من داكشي هو يشوفوا مدى القدره التواصليه ديالك، يعني مدى قدرتك على التواصل باللغه الفرنسيه، وكذلك الاستجابه والاجابه بشكل يعني سريع وبشكل اللي هو منطقي، يعني واش كتجاوب اجوبه منطقيه وبشكل اللي هو سريع، يعني ما كتبقاش تفكر بزاف في الجواب. ثم كذلك من بعد كنتقلوا لما هو يعني ديسيبلينير، ما يتعلق بالماده، يعني هنا كيعطيوك واحد ليكستريم من شي كتاب وكيبقاو يطرحوا عليك الاسئله في داك ليكستريم، بزاف ديال الاسئله في داك ليكستريم. هذا الا ما عطاوكش مثلا ليكستري يقدر يعطيك مثلا واحد الجمله، ولا يسولوك اسئله مباشره في لا كونجيزون، في لا غرامير، في لينغويستيك، في اي حاجه متعلقه باللغه الفرنسيه، بالصوار، بالليتيراتور، اي حاجه متعلقه باللغه الفرنسيه. اذا هنا الناس اللي كيسولوا شنو غنوجد للشفوي، فالشفوي غتوجد ليه داكشي اللي وجدتي الكتابي، ما يتعلق بالديسيبلين، بلا ديسيبلين، ما يتعلق بالديداكتيك، وما يتعلق بعلوم التربيه، حيت ما كاينش توصيف ديال الشفوي، ما عرفناش واش غتكون فيها علوم التربيه ولا لا. انت باش تحيد داك الشك ضروري خاصك تحفظ ديك علوم التربيه ولا تراجعها مزيان باللغه العربيه، هي كتكون غالبا كتكون غير واحد السؤال ولا جوج في علوم التربيه. يعني هنا قلت الا ما عطاوكش ليكستري ويطرحوا عليك اسئله من داك ليكستري، يعني ان بوتي تكست ناراتيف ولا ديسكريبتيف ولا ارغومونتاتيف، راه يقدر يطرحوا عليك اسئله مباشره في اللغه الفرنسيه. ومن بعد مثلا في الديداكتيك يقدر يقول لك مثلا فين يمكن لنا نستعملوا هذا النص، كيف يمكن ان نستعمل ذلك النص الذي كنت بصدد دراسته او لا كنت قد قراته في القيام بانجاز درس ليكتور القراءه في اللغه الفرنسيه. وانت كتقول مثلا فين يمكن لنا نستعملوا داك ليكستري مثلا، يعني الا كان ليكستري مثلا فيه ان تكست ناتيف، نقول ليه راه جو بو اتيليزي سو تكست بور ترافايي افيك مي زيليف ولا بور فير افيك مي زيليف اون سيونس دو ليكتور بور اوبجيكتيف دو ايدونتيفيي لي كاركتيريستيك دو تكست ناتيف. يعني هذا مثال مثلا، ولا الا عطيك مثلا واحد ليكستري اللي هو ديسكريبتيف، تقدر تقول ليه، يقدر يقول لك مثلا فاش يمكن لنا نستعملوا داك لو تكست في الليكتور، تقول ليه اون بو اوتيليزي سو تكست دون لو دومين دابرونتيساج دو ليكتور دون اون سيونس دو ليكتور ا بور بوت دو ديدونتيفيي لي كاركتيريستيك دان تكست ديسكريبتيف. او انت مثلا الا شفتي راسك ان داك لو تكست مثلا فيه 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 لاغومونتاسيون، يمكن تقول ليه مثلا هذا النص يمكن نخدموه في الليكتور ك اللي عندها واحد لوبجيكتيف مثلا اللي هو ايدونتيفيي لي كاركتيريستيك دان تكست ارغومونتاتيف، او لا ايدونتيفيي لورغانيزاسيون ارغومونتاتيف دون زان تكست. يعني هنا كتشوف انت على حسب النص ولا النوعيه ديال النص كتاخذ واحد الهدف واحد لوبجيكتيف. او لا يقدر مثلا يعطيك واحد التكست ناراتيف يقول لك فين يمكننا نستعملوه في واحد لاكتيفيتي ديال لونغ مثلا ديال الدرس اللغوي لونغ. هنا يعني تقدر تقول ليه مثلا هذا النص هذا يمكن نستعملوه، الا انت شفتي داك النص مثلا فيه لي فيغور دو ستيل بزاف، تقدر تقول ليه جو بو اوتيليزي سو تكست كوم سوبور بور فير اون لوسون دو لونغ او بروفي دي زيليف دو ترون كومان او بروفي دي زيليف دو تخوا دو بروميير اني دو باك. Cette activité sera pour, aura comme objectif d'identifier ou de reconnaître les figures de style d'analogie. مثلا ولا انت اللي شفتي داك النص مثلا ناراتيف وفيه بزاف ديال فيه لي طون دو ريسي، فيه دي فيرب كي سون كونجوغي او باسي سامبل، لي دي فيرب كي سون كونجوغي على امبارفي، تقدر تقول ليه جو بو اوتيليزي سو تكست بور ترافايي افيك مي زيليف لي طون دو ريسي، والهدف ديالي في هذا الدرس غادي يكون ايدونتيفي اي ريكونيتر او بيان امبلوي كوريكتومون لي طون دو ريسي لو باسي سامبل اي لامبارفي. يعني انت كتشوف النوعيه ديال داك النص والدرس اللي فيه ولا لو في دولونغ اللي فيه اللي تقدر تخدمو توظفو ك سوبور ولا ك يعني ان سوبور باش تخدم به واحد الحصه من الحصص. كذلك بالنسبه للغه ولا بالنسبه للكري مثلا، تقدر الا كان النص مثلا فيه مثلا ان ديالوغ، الا كان حوار، تقدر مثلا يقول لك فاش يمكن لنا نستعملوا هذا النص باش نخدمو واحد الحصه ديال اللغه. هذا راه الديداكتيك، هذا راه سؤال في الديداكتيك. تقول لي مثلا جو بو اوتيليزي سو تكست بور فير اون اكتيفيتي دو لورال افيك لي زيليف دو بروميير اني دو كوليج ولا دو دوزيام اني دو كوليج. هاد لاكتيفيتي غيكون عندها لوبجيكتيف دو ايكريف اي جوي ان ديالوغ افيك مون كامارات، يعني مني كيكتب التلميذ داك لو ديالوغ
كيلعبوا قدام السبورة ونيتيليزون لو فيربال، نستعمل الكلام لو بارا فيربال، الإشارات لي جيست اي لو نون فيربال، مثلا لي هوشمون دو تيت ولا مثلا السكوت لو سيلونس. يعني هنا كتقول ليه مثلا فاش يمكن لينا نستعملوا ذاك النص باش نديروا واحد الدرس. ومن بعد مباشرة هذا الشيء راه كيقدر يسولك في الوسائل ديال التكنولوجيا، مثلا واش كتعرف الاكسل ولا الوورد ولا شي حوايج ديال التكنولوجيا مثلا توظفهم، ولا يقدر يسولك سؤال مباشر اين يمكن ان نوظف هذه الوسائل في التعليم. تقدر انت تقول ليه مثلا يمكن لينا نوظفوها في الدروس ديال الفوكابولير مثلا، باش التلامذ ياخذوا لنا الفوكابولير، نقدر نستعملوا صور مثلا، اون فا فير دي اكسبوزيسيون فوتو ولا دي فيديو بور ايلوستري لي زابرونتيساج شي لي زيليف ولا سا 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 نو يعني هاد الشيء راه كيفيدنا باش نربحوا الوقت، وكذلك باش نرسخوا التعلمات بواحد الشكل اللي هو فعال عند التلاميذ. ومن بعد راه كينتقل لك العلوم التربية اللي كيسولوك فيها بالعربية، يقدر يعطيوك تعاريف ديال ما هي علوم التربية، ما هي البيداغوجية، ما هي الديداكتيك، ما هو الأستاذ، ما هي مهام الأستاذ، ما هي مجالس المؤسسة، ما هي وثائق الأستاذ، أي حاجة تقدر تعطالك. وهنا أجاوب باللغة العربية حتى أنت ولا بالفرنسية اللي بغيتي. وكذلك مثلا يقدر يقول لك أو اللي يعطيك واحد السؤال مباشر مثلا، وخاصك انت باش تجاوب عليه خاصك تستعمل ما راجعته في علوم التربية. مثلا يقدر يقول لك واش مثلا كما قلت لكم ديجا في لا فيديو اللي دازت، واش مثلا واحد الطالب اللي عاد تخرج من الجامعة يقدر يمارس المهنة ديال التعليم بصفة اللي هي ناجحة؟ وهنا خاصك تقول ليه انت الرأي ديالك. او لا مثلا يقدر يقول لك هل يمكن لنا ان نوظف مثلا الانترنت داخل المؤسسة التعليمية؟ او لا مثلا يقول لك هل يمكن مثلا ان نستعمل بيداغوجيا المضامين في التعليم ديال هذا اليوم دو جوردوي مثلا؟ انت تقول ليه لا، ديك لا بيداغوجيا راه فات راه دازت، حنا ولينا في بيداغوجيا اخرين بحال ديال الانتيغراسيون ديال الكفايات ديال اللعيب ديال يعني مثلا، ولا ديال البيداغوجيا ديال حل المشكلات، بزاف ديال البيداغوجي اللي كاينين. يعني كتجاوب بداك الشيء اللي هو خاصو يكون ولا مزيان. وكذلك يمكن يهضر معاك على واحد لو تيم اللي هو داكتواليتي، مثلا هاد كورونا مثلا، يقدر يقول لك كيفاش اثرت كورونا على التعليم في المغرب مثلا، ولا شنو هما التدابير اللي اعتمدها المغرب باش يواجه هاد كورونا هذه. يعني او في حالة انك كنت استاذ في ذاك العصر ديال كورونا، اشنو كنت مثلا تقدر دير باش تضمن ذاك التواصل ولا وصول التعلمات للتلاميذ؟ وانت كتجاوب يعني داكشي اللي يمكن دير. مثلا تقول ليه يمكن اعتماد وسائل التكنولوجيا، جو بو اتيليزي لي تيك بور فير دي لوسون، بور مثلا باش نوصل المعلومات للتلاميذ نقدر نعتمد لي ريزو سوسيو بحال فيسبوك بحال واتساب، جو بو فير نامبورت كوا غير باش نضمن داك الاستمرارية ديال التعليم ولا الاستمرارية ديال وصول التعلمات للتلاميذ. يعني راه ما ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه على الكونكور ديال التعليم او لونتروتيان اورال ديال التعليم، غير كون يعني سيريو ما تخافش، واي حاجه ما عرفتيهاش قول راه ما عرفتهاش. وبالنسبه للحوايج كاين اللي كيسولني على الحوايج، لبس عادي ما تلبش شي حاجه اللي هي بالنسبه يعني للمترشحين الذكور، شي سليم مثلا ولا شي سروال اللي هو مقطع، او لا دير شي تحسينه مثلا اللي ماشي هي تلهي، شي سطر مثلا في راسك ولا شي حاجه، حاول تلبس قميشتك وجاكيطك يعني عادي، ما تلبسش عاوتاني داك الكوستيم باش تبان بحال الرئيس ديال شي دوله، لبس عادي يعني قميجه ديالك وجاكيطه حيت الشتا هادي. بوي تقدر تلبس مثلا سروال عادي ما فيهش يعني ما فيهش ديك يعني التقطعات في السروال، وكذلك صباطه ولا سبرديله عاديه، ما يكونش مثلا يعني الصنداله ولا شي حاجه، ما تكونش يعني يكون داك اللباس ديالك محترم وصافي، والهندام ديالك يكون نقي، يعني تكون نقي في الهندام ديالك، في وجهك وتمشط شعرك يعني، وتقاد الحاله ديالك قبل ما تمشي دوز الكونكور. وهز معاك واحد الكارطابل ديال الاساتذه اللي كتعلق في الجنب، هزها معاك بالنسبه للذكور. بالنسبه للاناث مثلا غير الساكت ديالك تقدري تعلقيه مثلا اللي كتهزي بشكل دائم، فهذا فقط اللي هو كافي، حيت كيجوني بزاف ديال لي كيستيون في هذا الدومين هذا ديال الملابس وديال الهندام. وبالنسبه مثلا للاناث
مثلا في الشهر مثلا كانت كاينه اللي كتصيفط ليا وكتقول ليا واش زعما الا ما كنتش كندير زيف واش هذا سافا بوزي دو بروبليم. لا هادشي ما كيطرحش مشكل، كاين اللي كيدوزو عادي بلا زيف لا والو كينجحو. فهنا كتشوف اللجنه المترشح فقط واش معتني بالهندام ديالو واش نقي، وكذلك داكشي اللي عنده وكيفاش كيهضر والطريقه اللي كتواصل بها وكيتفاعل بها مع اللجنه، داكشي اللي كيشوفو. اما بخصوص الهندام ديالك يعني واش كدير الزيف ولا ما كديروش، هادشي ما عنده علاقه وما عنده حتى دخل يعني بالقبول ديالك او من عدمه في هذا الكونكور هذا. يعني كنتمنى انني جاوبتكم على اغلب الاسئله اللي كنت تفكرتهم، حيت ما كندير لا مونتاج لا والو، جونغوجيستر ديريكتومون لا فيديو، كنحطها ديريكتومون بلا مونتاج بلا والو باش نعاونكم وباش يعني تعمل فائده. نتوما بدوركم غتشجعوني بواحد اللايك لا فيديو ومشاركته مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.